السلام السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الحمد لله، حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييكم شيخنا، كيف صحتكم؟ نحمد الله بخير ونعتذر عن الربع ساعة هذا، لي عارض ليس بأيدينا، حفظكم الله نسأل الله يحفظكم من كل شر. وجميع من يسمعنا الآن، الله يبارك فيك. نبدأ. توكل على الله. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردوداً وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهداً معذوراً فيما قاله، وله أجر على اجتهاده، ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئاً، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. فإن الله تعالى يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبقي معنا كلام وفقنا الله وإياكم جميعا على الصور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درسنا السابق، قبل أن ندخل في هذا الكلام الذي قرأتموه الآن، وهو قوله رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر. فلو تقرأ علينا هذا يا شيخ مزمن. وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا أولا المعاشر الأحبة، أن نقول القضية الأولى أن هذه الأمة فيها محدثون، فإن يكن هؤلاء المحدثون كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأولهم عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أفضل هؤلاء المحدثين، فكل محدث بعده فهو دونه، هذا أولا. قد كان في الأمم قبلنا محدثون، وفي هذه الأمة محدثون، فإذا وجد فيها محدثون فعمر. ومع ذلك عمر بهذه المنزلة وبهذه الفضيلة، فمن جاء بعده دونه
بالاتفاق. وإذا كان كذلك النقطة الثانية، إذا كان عمر رضي الله عنه مع كونه على ما ذكرنا يجتهد ويخطئ، فغيره ممن يدعى له هذه المسألة، أعني مسألة التحديث أنه محدث وملهم، فغيره دونه. الثالثة، إذا كان عمر محدثا وملهم وهو مع ذلك يعرض ما يقع له من هذه الإلهامات ومن هذه المحادثات ومن هذه المخاطبات، يعرضها على ما جاء عن الرسول، فغيره ممن هو دونه يجب عليه هذا من باب أولى. وقد دلل رحمه الله عن المصنف على ما وقع لعمر رضي الله عنه من اجتهاد أخطأ فيه مع فضيلته المذكورة ومنزلته العالية المذكورة آنفا، وهي أنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، مع هذه المنزلة مثل المصنف رحمه الله لما حصل من عمر من اجتهادات أخطأ فيها بثلاثة أمور، ثلاثة مواقف. موقفه يوم الحديبية حيث وقع في نفسه من صلح الحديبية، ولم يقع في نفس أبي بكر شيئا من ذلك رضي الله عنه، فلذلك على الصديق في مرتبته على عمر رضي الله عنهم جميعا. والموقف الثاني موقفه رضي الله عنه، أعني عمر، موقفه يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رضي الله عنه ما وقع في نفسه هكذا يقول إلا هذا، ما وقع في نفسه رضي الله عنه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه سيعود ويرجع ويقطع أيدي أقوام وأرجلهم، هذا الذي في نفسه وقع. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان بالصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين توفي وأبو بكر في بيته في الصلح الصلح، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه فعمر يقول في القوم هذا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصلي فكشف عن وجهه فرآه عليه أفضل الصلاة والسلام قد فارق الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى، قبل جبهته صلى الله عليه وسلم
فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تبت حيا وميتا. ثم خرج وأخبر الناس بأنه قد مات، وتلا عليهم الآية في هذه. يقول عمر والله كأني لم أسمعها إلا الساعة رضي الله عنه. فهنا حصل هذا الاجتهاد من عمر وأخطأ فيه، مع أنه انظروا يا معاشر الأحبة، يقول لم يقع في نفسي في الحديث في الصحيح، قال لم يقع في نفسي إلا هذا، والذي في النفس هو التحديث وهو الإلهام الذي يقع في النفس. وهذا يا معاشر الأحبة نعود ونكر عليه فنقول إن المحدث يأخذ بما يلقى في نفسه في قلبه في روعه، وقد يكون هذا خطأ. أما الصديق فهو أعلى، لأنه صدق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ إلا بالدليل، فالدليل لا يخفى. فأبو بكر استدل بلا لأنك ميت وإنهم ميتون، فالكلام في هذا واضح. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالموت جار على بني آدم جميعا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشاهد أن الذي وقع في نفس عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فأخذ بما ألقي في نفسه رضي الله عنه. أبو بكر صديق أخذ بما أخذ بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله فلم يخطئ. فظهر بهذا أن الصديق أعلى رتبة من المحدث الملهم، لأن المحدث الملهم يعتمد على ما في قلبه، والذي يلقى في القلب قد يخطئ وقد يصيب. أما الصديق فهو الذي صدق بما جاء عن الله وعن رسوله، وما جاء في كلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم هذا لا يخطئ أبدا. فكان أبو بكر أيضا هنا أعلى، فمرتبته الصديقية أعلى من مرتبة المحدث الملهام. والأمر الثالث أو الواقعة الثالثة هي ما يتعلق بأمر قتال مانع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه لما أراد مقاتلة مانع الزكاة اعترض عليه عمر رضي الله عنه، وقال له كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا دليل ثالث على أن علم أبي بكر أعظم من علم عمر. فقال له رضي الله عنهم جميعا ألم يقل إلا بحقها، يقول لعمر على أبو بكر رضي الله عنه ألم يقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها فإن الزكاة حقها إلى آخر ما سمعته. يقول عمر معلقا على هذه القصة فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فانظروا معاشر الأحبة في الموضع الأول الذي سبق معنا قبل قليل وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم احتج عليه بالآيات فكان الحق معه، والذي وقع في نفس عمر كان خطأ. فأبو بكر استند للآيات ما جاء عن الله فلم يخطئ، وعمر استند إلى ما في نفسه فأخطأ. وهنا في الثاني في العلم عمر رضي الله عنه
احتج على أبي بكر ببعض الحديث وترك بعضه، فحصل الخطأ اجتهاده واعتراضه رضي الله عنه. وأبو بكر أخذ بالحديث كله منطوقا فجاء فهمه صحيحا، حيث قال: ألم يقل إلا بحقها، يعني عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أكمل الحديث. فلما لم يكمل عمر الحديث فاته بعض الفقه فيه، وأبو بكر أخذ به من أوله إلى آخره فأصابه، ولذلك شهد له عمر بأن هذا هو الحق. متى؟ بعدما نبهه، بعدما نبهه. وهذا فيه يا معاشر الأحبة دلالة على أنه يجب أن يؤخذ بجميع أطراف النص والروايات، إذا كان للنص هذا روايات طرق فيها ألفاظ، لأن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين للناظر فيه فقهه. قال رضي الله عنه، يعني عمر، أو أعني عمر: فعلمت أنه الحق. وهذه الثلاثة المواقف فقط، وغيرها موجود كثير، لكن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الولي ليس من شرطه أن لا يخطئ، العصمة من الخطأ كما تقدم معنا في أول الفصل، في مطلع الفصل. فظهر بذلك صدق ما قاله المصنف رحمه الله. فإذا كان هذا عمر يا معاشر الأحبة رضي الله عنه، وهو أفضل محدث هذه الأمة وملهمها على الإسلام، حصل منه ذلك، فكيف بمن هو دونه من الأولياء والصالحين الذين لم يصلوا إلى مرتبته لا في العلم ولا في الفضل؟ لا شك أنهم يتصور منهم الخطأ وهو مغفور لهم وهم مأجورون أيضا. ولكن الذي نريد إثباته هو أنه إذا كان يتصور منهم الخطأ لأنهم دون هذا الرجل الفاضل وهو عمر رضي الله عنه أول المحدثين في هذه الأمة والملهمين، ومع ذلك حصل منه الخطأ وهم دونه باتفاق الأمة، فلا بد أن يحصل منهم الخطأ، دل ذلك على أنه لا يجب أن يؤخذ كلامهم كله بالتسليم، ودل ذلك على أنه أيضا يجوز أن يرد عليهم ما ظهر خطأهم فيه، ويجب عليهم هم أن يتراجعوا عنه إذا كانوا صادقين. فإن عمر رضي الله عنه أسوة لكل من جاء بعده في هذا الباب، وهذه حاله، كان رضي الله عنه يرجع عن خطأه واجتهاده إذا تبين له خطأه، كما مر معنا الآن
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينازعونه ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقبل منهم ويعترف رضي الله عنه ويقل لهم بأن الحق في منازعتهم له معه. متى؟ حينما يعرضون عليه ما قاله أو ما فعله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله وما فعله. فكان رضي الله عنه يعترف ويرجع وما يقول أنا محدث أنا ملهم يجب عليكم أن تقبلوا مني ولا يجوز لكم أن تراجعوني ولا يجوز لكم أن تعارضوني ولا يجوز لكم أن تردوا علي ولا يجوز لكم أن تخالفوني. ما قال لهم هذا، وإنما كان يقرهم على المنازعة له إذا ظهر له الصواب معهم. فإذا كان هذا هو رضي الله عنه كما قلنا لكم وهو أول المحدثين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل المحدثين الملهمين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل من جاء بعده من المحدثين من الأولياء والصالحين حقيقة الصالحين أهل الصلاح الحقيقي لا الكذابين، إذا كان هؤلاء دونه فيجب عليهم أن يكونوا مثله في الطريق ويقبلون إذا بين لهم الخطأ من منازعهم، ولا يقولون لا يجوز لك أن تنكر علينا، يجب عليك أن تتبعنا، يجب عليك أن تقبل منا، ولا يجوز لك أن تعارضنا. هذا عمر رضي الله عنه حصل هذا. فكيف لو رأى عمر يا معاشر الأحبة، كيف لو رأى أمير المؤمنين زماننا هذا، هو الآن يتكلم عن شطاح الصوفية، فكيف لو رأى بعض من ينتسبون إلى السنة وهم يقولون لبعض من هم من أهل النظر والعلم والفقه والفتوى أنتم تخالفوننا في الفتوى على وجه الإنكار، فكأنهم جعلوا أنفسهم في منزلة المعصوم صلى الله عليه وسلم. كيف لو رأى هؤلاء؟ أما الآن نحن الصوفية ما نتحدث معهم، الصوفية الغالية والخرافيين أمرهم ظاهر، لكن الإشكال أن هذا انتقل إلى بعض من ينتسب إلى السنة للأسف تخالفه بالدليل فلا يقبل، تأخذه العزة بالإثم ويوجب على الناس أن يتبعوا. هذا ادعى لنفسه العظمى بلسان المقال وإلا يصرح بها كلمة العثمة، لكن حينما يقول لك أنت تخالفنا في الفتوى إيش معنى؟ أنا لا يجوز لك أن تخالفنا. وآخر حينما يقول لبعض من علمناهم من أهل العلم والفضل لا تخالفنا في كذا ولا تخالفنا في كذا من أمور الاجتهاد من الأمور الاجتهادية، هذا عجب. هؤلاء في الحقيقة نزلوا أنفسهم منزلة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عمر، ومن هو عمر صاحب هذه المنزلة العلية، ومع ذلك لم ينزل نفسه هؤلاء المنزلة، وهؤلاء مع البون الشاسع بينهم وبينه رضي الله عنه وما هو بين السماء والأرض ولعله بعد أعظم، ومع ذلك نزلوا أنفسهم هذه المنزلة فينكرون على من يرد عليه على من يخالفه مجرد المخالفة. وإذا كان الأمر كذلك يا معاشر الأحبة المتبع لعمر رضي الله عنه ومن كان على طريقته من أولياء الله الصالحين يعرف أن الحق إنما هو بالدلائل لا بعظمة القائل، فلو كان بعظمة القائد لا بالدلائل لكان أولى به عمر.
وإذا كان كذلك فمن دونه من باب أولى وأحرى. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأي أحد ادعى أو يعني ادعى هو بنفسه أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله هذه التي ادعاها من غير نظر في الكتاب والسنة فهو مخطئ، وأتباعه الذين نزلوا هذه المنزلة مخطئون. وللأسف رأينا بعض من ذهبت عقولهم في هذه الآونة يفسر قوله تبارك وتعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول التمسك بما جاء مع فلان أو اتباع فلان هو العروة الوثقى، هو العروة الوثقى. فذكرني هذا السفيه أو إن شئتم قولوا المجنون، وهذا قد وجد وكتب في الساحات في وسائل التواصل وفي الإنترنت. يذكرني هذا إن شئتم تسموه سفيها إن كان عنده عقل، أو تسمونه مجنونا إذا كان يعرف لبعضكم وأنه لا عقل عنده فهو كذلك. يذكرني بكلام الروافض الذين يزعمون العصمة لأئمتهم نسأل الله العافية والسلامة. فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قدر أن هذا قد حصل فهؤلاء مخطئون، وإن ادعاه الشخص الذي يزعم أو يزعم له أنه ولي ادعاه هو لنفسه فهو مخطئون. لماذا؟ لأنه لو سلمنا له أنه ولي وأنه من أفضل الناس فنقول له: تعال عمر رضي الله عنه أفضل منك باتفاق أمة الإسلام، وهو أيضا أمير المؤمنين، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك كان المسلمون ينازعونه ويعرضون اجتهاداته وأقواله على الكتاب والسنة. وهذا نخلص منه إلى القاعدة المعروفة التي اشتهرت عن الإمام مالك رضي الله عنه: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يؤخذ قوله كله ويؤخذ فعله كله ويسلم له تسليمه ولا توجد ذرة حرج في القلوب والنفوس منه. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الذين يجب على الناس الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله، وتجب طاعتهم في كل ما يقولونه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمن به ويؤخذ به جميعا، وأما من عداه فيؤخذ كلامه ويعرض على الكتاب والسنة، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد. ولو كان صاحبه أصلح الناس وأتقى الناس وأزكى أزهد الناس وأعلم الناس وأفقه الناس وأورع الناس فهذا عمر أفضل منه بمراحل. مع هذه الصفات التي نذكرها في هذا الولي كلها عمر أفضل منه، فيرد عليه ونعذره. وهذا باب مهم يا معاشر الأحبة، فإن الرجل الصالح صاحب العلم والفقه والتقى والورع والزهد والعبادة
والاتباع للسنة. إذا أخطأ لا تسقط مكانته عند الله، مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه، وأنتم لا تغفرون له خطأ. هذا والله العجب، هذا خلاف الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن المجتهد أنه إذا اجتهد وأصاب له أجران، أجر الاجتهاد وهو بذل الوسع واستفراغ الجهد والطاقة في الوصول الحق، ذلك بالنظر في الأدلة، وأيضا أجر الإصابة. وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد وهو بذل الوسع والطاقة في النظر في الأدلة للوصول إلى الحق. وقد عرض عارض كما ذكرنا ذلك في اللقاءات السابقة، إما أن العلم عنده ضعف فلم يبلغه هذا الدليل، وإما أنه بلغه ولم يصح، وإما أنه اشتبه عليه، وإما أنه ضعف ظنه. ما ذهبه أي وجه صحيح؟ وهذا له أمثلة كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن اليوم سمعنا بعض الغربان الذين ينحفون يقولون هذا غريب، غريب يبلغ العالم الدليل ولا يفهمه. سبحان الله، سبحان الله، هذا لا يقوله من شم رائحة العلم حقيقة. ولو قرأ هذا القائل كتاب فقط رفع المنام لما نعق بمثل هذه المقالة. وهذا كثير موجود في أخبار الصحابة رضي الله عنهم، وفقط الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم في هذا الباب، ساق عنهم شيخ الإسلام في هذا الكتاب العظيم ما ينقض هذه المقالة التي بنيت على الهوى، فتركب الجهل ونتج الجهل عن الهوى. والله سبحانه وتعالى قد بين أن الهوى يضل، فقد قال جل وعلا لنبي من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا في حق نبي، والأنبياء لا يتصور منهم ذلك لأن الله قد عصمهم في هذا. ولكن هذا كما قال أئمة التفسير وأئمة العلم والهدى والفقه في دين الله، هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. وإذا كان هذا الأعلى نظر إلى بشريته وقيل فيه هذا، فالأدنى ممن لم يعصم من باب أولى. فالهوى يضل عن سبيل الله. فلما ركب أصحاب هذه المقالة الهوى أعماهم الله عما يعرفه صغار طلبة العلم السلفيين، فجاءوا بالأبحوث التي أضحكت عليهم الثكلى، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان الأمر كذلك يا معاشر الأحبة، فلنعلم جميعا أن العالم الصالح الصادق الورع الزاهد الفقيه المتأهل لا ينقصه خطأه في هذا الباب شيئا، فهو معذور عند الله لأنه من أهل النظر والاجتهاد، ولكننا نرد ما خالف فيه ولا يجوز لنا أن نتبعه عليه، مع كون خطئه مغفورا وهو أتقى لله سبحانه وتعالى منا. لكن إذا تبين لنا لا يجوز أن نتبعه، فما لا يجوز أن نبخسه حقه وننزله دون منزلته، فضلا عن أن نفعل ما يفعله بعض السفهاء في هذه الأزمان، نطعن فيه أو نخرجه من السنة أو نحو ذلك، فإن هذا كله يا معاشر الأحبة خلاف ما دل عليه هذا الكلام الذي سمعناه منطوقا من كلام الله وكلام رسوله
صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا القدر يا شيخ مزمل. خير إن شاء الله. ونستقبل الدرس غدا إن شاء الله بالآيات بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيكم وفي أهلكم وعلمكم وسائر إخواننا وأحبابنا المستمعين ممن يتقون الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه. آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.